السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة. اليوم إن شاء الله طبعا في بالمصادفة جاءني صديقي أحمل ماء زمزم، قليل من ماء زمزم شربناه كله. طبعا هذا جهاز قد كنت قبل فترة شرحت عنه، هو جهاز يحول الماء من عادي إلى قلوي. طبعا التدريجات هذه معروفة بالنسبة للعالمين في الجهاز، بالنسبة للعالمين الذي عندهم جهاز القلوي يعلمون ما هذه النسب. النسب القلوي يعني 8 9 10 أو ما بين 7 و8 هو ماء قلوي. طبعا أنا كنت شاك في موضوع أن ماء زمزم هو ماء قلوي، ولكن بالمصادفة طبعا أنا أملك هذه المادة، تفحص الماء وأملك ماء زمزم وكوب ماء فارغ. الآن وضعت الماء، الآن التجربة أمام أعملها أمامكم. يعني أضع الماء في هذه الزجاجة ماء زمزم، تحتوي على ماء زمزم. الآن آتي بالقطارة، هذه القطارة تفحص إذا كان الماء قلوي أم لا. طبعا وضعت بها 3 نقاط 4 نقاط عشان نميز اللون. الآن يا أخوة طبعا القلوي يكون بالعادة ضارب يعني إلى الزرقاء قليلا، ما بين الأخضر والأزرق. الآن هو هذا هو ماء زمزم ضارب بين الزرقاء إلى الخضراء، يعني يكون 7 فاصل كذا، ماء قلوي 100%. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يشربنا ماء زمزم، ماء قلويا بحتا صحيا فيه فوائد عظيمة. لو جئنا بالجهاز، هذا الجهاز وضعنا، نضع القلوي رقم 1، نزيل الماء. طبعا نحن نلاحظ على زرع. الآن أضع ماء قلوي صناعي، ماء قلوي صناعي بنفس النسبة. طبعا هو أنا أعطاني حتى لون ضارب للأخضر، هو ضارب الأخضر والأزرق يعني تقديرا نفس اللون. يعني يا أخوة الماء الزمزم ماء قلوي بحت، لا تتغير صفاته مع السير. يعني لما احنا نمشي بالسيارة ونسافر 2 3 نطلع من مكة المكرمة، لا تختلف صفات الماء. وهذه تجربة قمت بها أنا شخصيا، وأملك جهاز تحويل الماء إلى قلوي، وأتيت بماء زمزم، وهذا أنا أقسم به معلومة صحيحة 100%. ماء زمزم ماء قلوي طبي يساعد في العلاج، وماء مغذي وكذلك الماء القلوي. ولكن أنا أقول أن ماء زمزم أفضل من هذا الجهاز، ولكن من الصعب أن نتحصل على ماء زمزم بشكل دائم. وشكرا جزيلا لكم.